النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم الآن آخر تطورات المنخفض الجوي الذي بتوقع أن يؤثر على المملكة خلال نهاية الأسبوع الجاري. هذا المنخفض الجوي تذكير يتبع الدرجة الثالثة، أي منخفض جوي متوسط إلى عالي الفعالية على فترات ضمن مؤشر طقس العرب الذي قمنا بابتكارها في وقت سابق. هذا المؤشر يمتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية. تذكير يتبع هذا المنخفض الجوي الدرجة الثالثة، أي متوسط إلى عالي الفعالية على فترات. سنتحدث معكم بهذه النشرة بشيء من التبسيط لفهم المعلومة الجوية بشكل أوضح للمشاهد والمتابع الأردني بمشيئة الله. نستعرض معكم هذه آخر صور الأقمار الصناعية الخاصة بحركة السحب. نلاحظ معكم كميات كبيرة من السحب الممطرة المرافقة لهذا المنخفض الجوي تتحرك بجميعها نحو الشرق، أي معظم هذه السحب تتحرك نحو لبنان وسوريا اعتبارا من الليلة القادمة، في حين تتجه بعض هذه السحب بتحرك مركز المنخفض الجوي من الأراضي التركية نحو غرب جزيرة قبرص اعتبارا من ساعات مساء الغد. تتجه هذه السحب نحو المنطقة الشمالية حيث تبدأ جبهة هوائية باردة بعبور البلاد، تحديدا المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى. الحديث هنا عن مساء يوم الأربعاء وليلة الأربعاء الخميس حيث تعبر أولى هذه الجبهات، لكن كما هو مبين تتركز هذه الجبهة الهوائية الباردة شمال المملكة بمشيئة الله. إربد بالدرجة الأولى، بالدرجة الثانية عجلون وجرش، بالدرجة الثالثة في المنطقة الشمالية منطقة المفرق، ثم يأتي دور وسط المملكة العاصمة عمان البلقاء أيضا بشكل أخف الزرقاء ومادبة. إذا تركيز الجبهة الهوائية الباردة الأولى هو فوق المنطقة الشمالية تحديدا محافظة إربد بما فيها مناطق الأغوار الشمالية. هتستقبل هذه المناطق كميات كبيرة من الأمطار وتحذيرات جدية من جريان الأودية والسيول في المنطقة الشمالية تحديدا الأغوار الشمالية ومحافظة إربد. الحديث هنا عن ليلة الأربعاء على الخميس بمشيئة الله. هنالك قبل عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة مع ساعات مساء الأربعاء وقبيل عبور جبهة هوائية باردة جديدة مع ساعات مساء الخميس، هنالك رياح قوية جنوبية غربية محملة بكميات كبيرة بالغبار والأتربة لا سيما في المناطق الصحراوية. ذلك لا يعني أن هنالك لن يكون غبار في المدن الأردنية الرئيسية، هنالك تدنين في مدى الرؤية الأفقية أيضا حتى في العاصمة عمان والمدن الأردنية بفعل هذه الرياح الجنوبية الغربية المحملة بالغبار قبيل عبور الجبهة الباردة الأولى مساء الأربعاء وليلة الأربعاء الخميس التي تتركز أصلا فوق المنطقة الشمالية. أيضا قبيل عبور الجبهة الثانية ليلة الخميس على الجمعة هنالك أيضا نشاط كبير للرياح الجنوبية الغربية المحملة في الغبار حتى على العاصمة عمان والمدن الأردنية الرئيسية. هذه آخر مخرجات نظام الأمطار الخاص بنا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم أن الجبهة الهوائية الباردة ستكون عبرت لبنان وسوريا مع ساعات مساء يوم غد الأربعاء، في حين تعبر مناطق شمال دولة فلسطين ولاحقا شمال المملكة تحديدا محافظة إربد كما مبين، في حين المنطقة الجنوبية المنطقة الشرقية لا توقعات بهطول الأمطار بمشيئة الله، في حين أن بعض المناطق الوسطى ستشهد امتدادا لبعض الأمطار التي ستغزر تحديدا كما تحدثنا فوق المنطقة الشمالية بمشيئة الله. يوم الخميس نلاحظ معكم الأمطار بجلها تتحرك نحو الأراضي السورية واللبنانية وأقصى شمال دولة فلسطين، في حين أن منطقة وسط فلسطين أيضا وسط المملكة وبعض المناطق الشمالية يوم الخميس هنالك فقط هبوب رياح قوية باردة محملة بالغبار. تدريجيا نهار الخميس تعود فرص الأمطار بشكل تدريجي نحو المنطقتين الشمالية والوسطى تمهيدا لعبور الجبهة الهوائية الباردة الثانية التي ستحمل كميات أمطار كبيرة بمشيئة الله صوب المنطقة الشمالية المنطقة الوسطى العاصمة عمان الزرقاء مادبة لاحقا نحو المرتفعات الجبلية الجنوبية خلال ليلة الخميس على الجمعة وخلال نهار يوم الجمعة. كما نلاحظ يوم الجمعة هو يوم ماطر كانوني بامتياز فوق مناطق عدة في المملكة حيث هنالك كميات كبيرة من الأمطار متوقعة بمشيئة الله مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة ويوم الجمعة بمشيئة الله. هنالك أمر آخر مهم في هذا المنخفض الجوي مرارا ما تحدثنا عنه حيث يساهم ذلك
في وضع هذا المنخفض ضمن الدرجة الثالثة، وهو هبات الرياح المرافقة لهذا المنخفض قد تقترب من حاجز 100 كيلومتر في الساعة. هذه سرعة رياح كبيرة تساهم بتحرك المقتنيات الخاصة غير المثبت، كذلك الحال بإثارة كبيرة للغبار والأتربة على الطرق الصحراوية، ربما انعدام مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق، أيضا تدني هذه مدى الرؤية الأفقية في المدن الأردنية في وسط وجنوب المملكة، أيضا بما فيها العاصمة عمان قبيل عبور الجبهات الهوائية الباردة الرئيسية الأولى تتركز شمالا والثانية في شمال ووسط المملكة. نلاحظ معكم كلما كان اللون هو أحمر داكن تكون سرعة الرياح نشطة بشكل واضح وكبير وتقترب من حاجز 100 كيلومتر في الساعة في المناطق الصحراوية، أيضا في المرتفعات الجبلية العالية في عموم مناطق المملكة. نعود معكم الآن لاستعراض التوقعات الخاصة بالليلة القادمة. 9 درجات مئوية هي الدرجة المتوقعة في العاصمة عمان مع نشاط تدريجي للرياح الجنوبية الغربية، ولا أمطار طبعا متوقعة بمشيئة الله خلال الليلة القادمة. توقعات خلال 3 أيام القادمة كما تحدثنا رياح نشطة مغبرة يوم غد الأربعاء، مساء تعبر شمال البلاد جبهة هوائية باردة رئيسية تتسبب بهطول أمطار غزيرة تحديدا فوق محافظة إربد غرب إربد، أيضا ربما مرتفعات عجلون، في حين أن المنطقة الوسطى والعاصمة عمان هي على حافة هذه الجبهة الهوائية الباردة الأولى، بالتالي هنالك أمطار محتمل أن تمتد إلى الوسط والعاصمة عمان على فترات، لكن الرياح القوية المغبرة هي سيدة الموقف ليلة أربعاء الخميس. يوم الخميس أيضا أجواء باردة، أجواء عاصفة مغبرة، أيضا هنالك فرصة لهطول بعض الأمطار حتى في شمال وسط المملكة، لكن مع ساعات المساء تتحضر البلاد لعبور جبهة هوائية باردة رئيسية الثانية، ستعبر بقوة مناطق شمال ووسط المملكة بما فيها العاصمة عمان بمشيئة الله، ولاحقا نحو المرتفعات الجبلية الجنوبية وأيضا شرق المملكة. كما نلاحظ يوم الجمعة هو يوم شتوي كانوني بامتياز، أجواء باردة 8 درجات مئوية فقط هي العظمى، وبالتالي هنالك أجواء ماطرة في عموم مناطق المملكة. الحديث هنا عن ساعات نهار يوم الجمعة وليلة الخميس على الجمعة. مع ساعات مساء الجمعة تضعف الفعالية الجوية بشكل تدريجي، لكن تستمر فرص الأمطار بالهطول في العديد من المناطق مع تشكل كثيف للضباب فوق الجبال. كان كل ذلك حتى اللحظة، تابعونا في طقس العرب للمزيد من التحديثات. إلى اللقاء.